And I would like to invite Dr. Radwa Ashour to deliver her keynote address, and I'd like to have my little word about Dr. Radwa, if you don't mind. Now, of course, Dr. Radwa is a graduate of this department, a friend to all of us, and Lubna has already said a few words, but I would like to say that we value Dr. Radwa as a public intellectual, but definitely a role model appreciated by younger generations of men and women. أتكلم بالعربي. حين جلست لكتابة هذه المحاضرة بدا لي أن سرد الربيع العربي أو التأمل فيه بهدف التنظير له سابق بأوانه، إذ يقتضي مسافة زمنية ما تسمح بقدر من الرؤية المتكاملة متعددة الزوال. ما زلنا في حومة الحدث، المعارك دائرة وللأسف قائمة الشهداء، فيها فراغات تنتظر مزيد، وما زالت الشظايا هشة وجارحة، وهي الشظايا التي في نهاية المطاف ستدخل في الفسيفساء الكبيرة الجديدة مستقبلا، لكنها الآن تحتاج التعامل معها بحرص بالغ. ثم مشكلة أخرى، الربيع ممتد ومتشابك وفي بعض الحالات معقد وملتبس. تونس، مصر، اليمن، ليبيا، البحرين، سوريا تشترك كلها في ثورة شعبية ضد نظام يقهره، وإن بقيت كل حالة منها مفردة لها خصوصيتها ومسارها السلمي أو المسلح القادر على حماية نفسه من شرك التدخلات الأجنبية أو غير القادر. إذن اسمحوا لي أن أركز الكلام وأختصر بل وأختزل، فلا مناص من ذلك، لأن يوما واحدا أو ربما ساعة في هذا الربيع يمكن الحديث عنها في مجلد. وسأتخذ من مصر نموذجا، وإن كنت أبدأ كما يليق وكما أراد التاريخ بتونس. وقبل أن أفعل أود أن أسوق بعض الملاحظات قد تكون إطارا ينظم الكلام ومعني. الملحوظة الأولى: سالفا كان على الثورات أن تنتظر حكايتها، وكانت كتب التاريخ وسجلاته واليوميات والشهادات والقصص والروايات وحتى الأشعار التي يفلت بعضها من القاعدة تحتاج وقتا للحاق بالحدث، فلا تلحق به وتنقله لنا بعد شهور أو سنوات وأحيانا عقود. أما ثورات الربيع العربي ومصر هنا نموذج من نماذجها، فقد وجدت فضلا عن التغطية الإعلامية الواسعة حكايتها منشورة ومشاعا في الصور والتسجيلات وشرائط الفيديو والأفلام والشهادات والمدونات والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والتويتر واليوتيوب وغيرها، التي توثق الحدث وتحكيه بدءا من الفعل الملحمي لمئات الآلاف من البشر في مكان وزمان بعينهما، وصولا إلى ركفة في صوت مفرد أو ابتسامة تثبتت إلى أبد على وجه شاب لأنه مات. اثنين، الملحوظة الثانية: وبقدر ما كانت رواية الربيع العربي متنوعة وغنية ومدهشة في مادتها ووسائط نقلها وفي وفرة ما تثير فينا من ألم وفرح وضحك وأسى وحماسة وتهكم ورجاء إلى آخره، رغم كل شيء كانت الرواية، يعني ورجاء رغم كل شيء، كانت الرواية المضادة شمولية فقيرة محدودة لا تخرج عن عناصر مكررة، هي الفوضى، الاستقرار، هيبة الدولة، مؤسسات الدولة، القوى الخارجية، العناصر المندسة، عجلة الإنتاج، الأزمة الخطيرة الاقتصادية والأمنية التي تهدد الدولة كلها بالانفجار. وقام جيش من رجال الإعلام الرسمي ونسائي قبل سقوط مبارك وبعد سقوط مبارك بدوره بلا كلل ولا ملل، ينتج خطابا واحدا يعيد إنتاجه وتدويره، يساعده في ذلك جيش آخر من ملحقين صغار منوط بهم نشر هذا الخطاب بين الناس في الشوارع والحواري والمقام. طبعا لا داعي للتفاصيل فهي معروفة، وإن كنت لا أستطيع مقاومة التذكير بأظرف الناطقين بخطاب هذه الثورة المضادة، وأعني السيدة المدعوة بالشيخة الشريفة ملكة، والتي يميزها نطق اسم مبارك بكسر الراء فلا تقول إلا مبارك، وتؤكد وتقسم، وهي تقول أنها تعالج بالقرآن، وهي تقسم أنها شاهدت بأم عينيها في ميدان التحرير يوم الجمعة 28 يناير قوات من إيران وحماس وحزب الله ينزلون الميدان لمواجهة الشرطة، ثم ينسحبون بعد ذلك في قوارب في النيل. زعل كتير. بعد كل التفاصيل وقبل الحساب النهائي للمكسب والخسارة يمكن القول بدرجة ما من الاطمئنان أن الربيع العربي وأيا كانت المسارات أو التعرجات أو العثرات هنا أو هناك قد أعاد للشارع العربي ثقة في النفس كان غيابها أربكه وأسقطه في هوة خلق التناقض الحاد بين وعي راسخ بقيمة الذات وتاريخها وإنجازاتها السالفة وعجز راهن يؤكد مع كل يوم أننا خرجنا من التاريخ وانقطعنا عن أنفسنا، فارتبكت حكايتنا واهتزت صورتنا عن أنفسنا. ليس سقوط حاجز الخوف وحده هو ما أتحدث عنه، بل عزم في الناس اكتشفوه على استئناف تاريخهم وحكايتهم وقدرتهم على توجيه حياتهم. إن مظاهر البهجة والفرح أثناء اعتصامات التحرير ورغم قسوة الظروف المحيطة وتكاثر الشهداء والمصابين هي خير دليل على هذا الاكتشاف المبهج للقدرة الجماعية على الفعل. 4. كانت الثورة بمجرياتها على مدى أكثر من عام بمثابة مدرسة هائلة، جامعة مفتوحة درسها مكثف، تقدم يوميا بل وفي كل لحظة التربية والتعليم السياسيين لكافة طوائف الشعب، وتؤمن لهم انتقالا سريعا من الانزواء عن الفعل السياسي إلى المشاركة فيه والانهماك في تفاصيله. ومن اللافت تصدر أعداد هائلة من الأطفال والصبية والصبايا الذين استهواهم هذا الدرس المكثف الذي على غير المعهود من الدروس التي يتلقونها لا يقمعهم بل يفسح المجال لهم ويعطي المشروعية لتمردهم على سطوة أي سلطة قابضة وإن كانت سلطة أولياء الأمور الآمرة والناهية. ولما كان الحلم ملهما فقد كان المفهوم والطبيعي أن يقبل عليه الأقرب إلى عالم الأحلام، الأطفال والمراهقين وكذا، أو الأكثر احتياجا لحلم في مواجهة القسوة الخانقة، أقصد الشباب والفقراء والنساء والمهمشين والعاطلين عن العمل. مساهمة الأطفال في المشهد، يعني افحصوا الصور فيتأكد لكم حجم هذه المشاركة، وصغار الشباب والفقراء وكذلك مشاركة النساء رغم الطوق المفروض على العديد منهن، يعني كتير جدا ما قدروش ينزلوا التحرير أو الميادين الأخرى لأنه أهلهم حلفوا عليهم ما ينزلوا أو قفلوا الأوضة أو قفلوا البلكونة. وفي شابة استشهدت في هذا الظرف. ثم الملحوظة الأخيرة، سقط مبارك يوم 11 فبراير 2011 واحتفل الناس وهللوا ورقصوا، وعلى مدى عام من هذا النصر اكتشفوا حقائق قاسية ستكلفهم مئات الشهداء وآلاف المصابين. اكتشفوا أن النظام لم يسقط، وأن المعركة أكثر تكلفة مما خيل لهم. سيبدو لهم أحيانا في لحظات اليأس والإرهاق أن ثورتهم سرقت منهم، ولكنهم إذ تجرهم الأحداث لمواجهات جديدة يكتشفون أن الثورة عملية معقدة وتحتاج إلى مدى طويل. كما ينتبهون أن ثورة العرب عموما وثورتهم في مصر على وجه التحديد والخصوص عليها أن تواجه النظام الدولي لا أقل، لأن العلاقة الطيبة بإسرائيل من ناحية وتأمين الهيمنة الأمريكية في المنطقة أمور حيوية للمزدوجين المجتمع الدولي في هذه المنطقة.